بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. أضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، أنا في الصيفية أرغب في الزواج في المسيار، فهل هذا الزواج شرعي وهل أركانه مكتملة؟ أرجو من فضيلة الشيخ التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الزواج سنة نبوية وفيه مصالح للزوج والزوجة والذرية. ما زواج المسيار كما يسمونه، فهذا ليس فيه إلا قضاء الشهوة فقط، وليس فيه مصالح الزواج الأخرى. فالمرأة لا تأتي عند زوجها ولا تكون تحت كفالته وقوامته عليها، إنما تكون طليقة حرة تذهب حيث شاءت كأنها غير متزوج. الأولاد إذا جاء أولاد لا يكونون في بيت أبيهم تحت تربيته، إنما يكونون مع أمهم. كذلك بقية مصالح الأنس بين الزوجين والسكن بين الزوجين، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها، السكن ما هو موجود بين الزوجين في زواج المسيار، فليس فيه مصالح الزواج. إضافة إلى أن السائل يقول الصيفية، ربما يكون هذا زواجا مؤقتا وقت الصيفية، وهذا لا يجوز ولا يصح. النكاح بنية الطلاق كما يسمونه، أو النكاح المحدد الصيفية فقط، هذا يشبه المتعة. الزواج مستدام بين الزوجين ما دام بين الزوجين تآلف وبينهم عشرة طيبة. الزواج يراد للاستمرار ولا يراد للصيفية فقط أو لحد محدود. سمون زواج المسيار، زواج المسفار، زواج الصيفية، كل هذه أمور لا تجوز في الزواج، هذا تلاعب في الزواج. بل ربما أن بعضهم يسافر في الصيفية ويتزوج هذه وهذه وهذه من واحدة للأخرى، يتزوج ويطلق، هذا تلاعب في الفروج، تلاعب في النكاح الذي شرفه الله وجعله عقدا شريفا وجعل بين الزوجين مودة ورحمة. هذا كله إنما هو لقضاء الشهوة فقط، فلا يجوز هذا. وإن صح زواج المسيار من حيث العقد، لكن ليس فيه منافع الزواج ومقاصد الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، يقول: ما سبب نزول سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك، وهل هي خاصة بالرسول وما المستفاد منها؟ سورة الانشراح خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدره شرحا حسيا بيد الملكين اللذين نزل وأخذاه وهو طفل، أشق صدره، استخرج قلبه ونظفاه من كل غل وحقد، ثم أرجعه وبرئ بإذن الله عز وجل كأن لم يكن شيء، كأن لم يكن شق صدره عليه الصلاة والسلام. وهذه معجزة، أو هذه تسمى مقدمة للرسالة، تسمى مقدمة لرسالته صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرح الله صدره شرحا معنويا، قال جل وعلا: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذا الشرح للإسلام خاص لكل مؤمن ولكل مسلم، أما شرح الصدر بمعنى شق الصدر فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إرهاصا لنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا في 70 ومريض بأمراض متعددة، وابنتي في 30 تقوم بضربي ولا تقوم بخدمتي لأنني لا أعي بعض المرات ماذا أقول وماذا أفعل نظرا لتقدم السن بي، ماذا يجب عليها وعلى أولادي تجاهي؟ يجب عليهم القيام بحقك والبر بك والإحسان إليك والقيام بخدمتك وما تحتاج إليه. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فيأتي حق الوالد بعد حق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الوالد مريضا كما وصفت فإنه بحاجة الرأفة والرحمة والرفق به. الله جل وعلا يقول: ولا تقل لهما أف. فكيف بالضرب؟ هذا تنبيه لأنه لا يجوز الإساءة إلى الوالدين لا بالكلام ولا بالفعل، وأن هذا عقوق وهو من الكبائر. نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: كما ذكرت لكم بتقدم السن فقد تجاوزت 80، وأنا لا أشهد الصلاة مع الجماعة في المسجد بل أصلي في البيت. إذا كان لك عذر في ترك الجماعة فلا بأس. إذا كنت لا تستطيع المشي إلى المسجد أو لا تتحمل البقاء في المسجد لإكمال الصلاة، إذا كان لك عذر شرعي فلا بأس بالتخلف عن الجماعة والصلاة في البيت، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا مات المسلم الصائم ولم يكمل صيام شهر رمضان، هل يتحملون الأهل الصيام أو يقضوا عنه أو يطعموا عنه؟ إذا مات في مرضه، إذا ترك الصيام للمرض ومات في هذا المرض فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء، لأنه مات في مرضه الذي ترك الصيام من أجله، فالعذر استمر معه إلى أن مات. أما إذا كان تعافى بعد رمضان وقدر على الصيام لكنه تكاسل إلى أن مات، فهذا يقضى عنه الصيام، يقضى عنه الصيام لأنه دين في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: ما كيفية بر الوالدين بعد مماتهما؟ بالدعاء لهما، الصدقة عنهما، الحج والعمرة عنهما، والبر بصديقهما والإحسان إلى صديقهما، وتسديد ما عليهما من الديون، تسديد ما عليهما من الديون للناس، بإنفاذ وصيتهما إذا كانت وصية متطابقة مع الشرع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في نظركم في أناس يصلون خلف إمام يجيز زيارة قبور الأولياء والصالحين والدعاء لهم والتبرك بمقامهم، هل يجوز لنا الصلاة خلف هذا الإمام في المسجد؟ هذا شرك، الذي يدعو الأموات ويتبرك بقبورهم ويعتقد فيهم النفع والضر، هذا مشرك ليس بمسلم، فكيف يصلى خلفه؟ إلا إن تاب إلى الله ورجع إلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد، أما إذا استمر على هذا إنه لا يصلى خلفه، وصلاته هو في نفسه غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من هم الأرحام الذي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟ الأرحام هم أقارب الإنسان من جهة أبيه أو من جهة أمه، كل من تربطك بهم رحم من جهة الأب، كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم ذو الأرحام، وتبدأ بالأقرب فالأقرب منهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أخي يعمل عندي ويتقاضى أجرا، هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان ليس عليه دخل يكفيه، إذا كان ليس له دخل يكفيه عليه نقص في المؤونة فتعطيه من الزكاة، أما إذا كان دخله يكفيه فلا تحل له الزكاة ولا تجزي. نعم. يقول: ما الأثر السيء المترتب على تعاطي الرشوة عند بعض الناس والعقوبة
المحققة لهم؟ الرشوة هي ما تدفع للمسؤول من أجل إنجاز المعاملة أو من أجل تقديم الراشي على غيره من المستحقين أو من أجل إعطائه حق غيره، وهي سحت، وهي أيضا ملعون من دفعها وملعون من أخذها وملعون من سعى فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشية، وفي رواية والرائش، وهو الذي يسعى بينهما. الرشوة حرام وسحت، وتفسد المجتمع وتعطل الحقوق، تضيع الحقوق وتجري أهل الباطل وتهين أهل الحق، فيها مفاسد عظيمة. نعم. يسأل يقول: ما الشروط في دعاء النوازل، دعاء القنوت في النوازل، ومتى يجب أن يدعى بهذا الدعاء؟ النوازل هي الحوادث التي تنزل للمسلمين، مثل تسلط العدو عليهم، وكل آفة عامة كالوباء، غير الطاعون. الطاعون لا يقنت من أجله، لأنه رحمة كما في الحديث. وأما غيره من الأوبئة العامة فإنه يقنت لرفعها، ويشترط له إذن ولي الأمر، اشترط له إذن ولي الأمر بفتوى من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لجدتي وهي أرملة؟ لا، لا تجوز الزكاة لعمودي النسب، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، ما تجوز لهم الزكاة، لأنهم إذا احتاجوا وجب على كل طرف أن ينفق على الآخر. إذا احتاج الولد ينفق عليه والده، إذا احتاج الوالد ينفق عليه ولده. فلا تجعل الزكاة وقاية للمال وتكون بديلة عن الحق الواجب على المزكي. من الأسئلة التي وردتنا، يقول السائل: الشيخ، كيف نحقق الورع والخشية من الله بحيث لا نجرؤ على عصيانه في السر والعلن؟ هذا من الله، الورع والخوف من الله والخشية، هذا من الله سبحانه وتعالى، يجعله في قلب العبد. ولكن من الأسباب أكل الحلال، ترك الحرام والمشتبهات، ومن الأسباب أيضا تذكر المصائب وتذكر الأشياء التي يخشى منها، فإنها تكسب العبد خوفا من الله ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسأل ويقول: شيخ، ما مدى صحة حديث كذب المنجمون ولو صدقوا؟ لا يحضرني، يعني هو المعنى صحيح بلا شك، أن المنجمين كذابون، لأنهم يحكمون على الغيب، يقولون على الله بغير علم، ينسبون الوقائع إلى التي لا يقدر عليها إلا الله، ينسبونها إلى النجوم. والله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها ولا يعتقد فيها الضر والنفع ونسبة الحوادث إليها. فهذا لا يجوز، هو شرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. السائل سليمان ألف ألف يقول: أخي كفيف البصر وإحدى رجليه فيها عرج، ولم يحج حتى الآن، وعمره في 40، هل يوكل من يحج عنه؟ إذا كان عنده مال يحج منه، وهو لا يقدر مباشرة الحج ببدنه، عجز دائم، عنده عجز دائم لا يقدر معه على مباشرة الحج ولو بالحمل، ما يحمل، لأن المريض أو الكبير يحج به ويحمل في الطواف والسعي والخروج للمشاعر، يحمل. ما إذا كان ما يستطيع أنه يحمل، ما يمكن أنه يحمل لشدة مرضه أو كبره، وهو لم يؤدي حجة الإسلام، فإنه يوكل من يحج عنه حجة الإسلام. نعم. هذا مقيم بالرياض يقول: اتفقت أنا وزوجتي على أن لا نخلف إلا ولد وبنت، ونربيهم للسنوات القادمة كي يكونوا متحملين للمسؤولية ويقدرون على العيش، فما حكم الشرع في نظركم في تحديد النسل لولد أو ولدين مدى الحياة؟ هذا لا يجوز تحديد النسل، ولا يستطع. النسل الذي كتبه الله لا بد أن يوجد، فيجب التوكل على الله، وأيضا طلب الذرية. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم
الأمم يوم القيامة. لا يجوز تحديد النسل، هذه مكيدة من الكفار ليقللوا من عدد المسلمين ويضعفوهم فلا يستمع إليها، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، أن الأولاد إذا كثروا يحتاجون ولا يجدون نفقة. الله جل وعلا ما يخلق نفسا إلا ويقدر لها رزقها، يقدر لها رزقها سبحانه وتعالى. فيجب التوكل على الله ومحاربة هذه الفكرة وهي تحديد النسل أو منع النسل. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ما المراد بالحياة الطيبة؟ هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ففي الدنيا والآخرة يحييه الله حياة طيبة بالخير والطمأنينة، وفي الآخرة حياة في الجنة. هذا عام في الدنيا والآخرة. نعم. هذه السائلة تقول: أنا في بيت فيه أقاربي وأرحامي، وأنا ولله الحمد مقبل على كتاب الله وعلى أوامره، ولكنني أواجه استهزاء من بعض من حولي. صبري يا فضيلة الشيخ، هل أؤجر عليه مع أنني تضايقت من نفسي ومن التزامي؟ الالتزام هي تفصيل، لأن بعض الناس يتشدد في الالتزام ويشق على نفسه، هذا لا يجوز. ما إذا كان الالتزام معتدلا مع أمر الله ورسوله، ليس فيه تشدد وليس فيه تساهل، لا إفراط ولا تفريط، فإنه يجب الثبات على هذا ولا يلتفت إلى من يستهزئون. الصبر على استهزائهم هذا فيه أجر للمسلم، هي أجر للمسلم وإثم على المستهزئين. نعم. هذا السائل يقول: ما هو الخوف الذي يكون صرفه لغير الله عز وجل شركا به؟ هو الخوف السر، خوف العبادة. أما الخوف الطبيعي يعني تخاف من السبع، تخاف من البرد، تخاف من العدو، هذا لا بأس به، تعد العدة لمنعه ودفعه. أما الخوف الذي لا يقدر على أذى العبد أو إضرار بالعبد إلا الله، هذا خوف عبادة، وهو الخوف الذي معه ذل للمخوف منه، وهو الله سبحانه وتعالى، خوف معه ذل وخضوع. أما الخوف الذي ليس معه ذل فهذا الخوف الطبيعي. نعم. يسأل فضيلة الشيخ أيضا هذا السائل عن أكل لحم الفرس وكذلك السبع وغيرهم من الحيوانات. أكل لحم الخيل هذا طيب وهو من الطيبات. تقول أسمع رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. هذا معناه أن الرسول أقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأما أكل لحوم السباع فهو حرام، حرام، لأنها سباع، وسباع الطير وسباع البهائم يحرم أكلها، من المحرمات. نعم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يا شيخ: هل يجوز أن يربى الحيوان مثل الخنزير في حديقة بغرض المشاهدة للزوار وليس للطعام أو البيع؟ لا يجوز تغذية الخنزير لأنه خبيث، ويخشى أنه يتجرأ أحد على أكل لحمه وهو محرم بنص القرآن، لا يجوز تغذية الخنزير. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، هل تجوز صلاة وإمامة من به سلس بول دائم؟ لا تجوز إلا بمن هو مثله، بمن هو مثله في المرض، وأما السليم فلا يجوز أن يصلي خلف من به سلس البول. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وسجل هذا اللقاء المبارك زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.